ها الجزء اللي عندي بعد كده، قلنا طبعا عندي بهتم جدا بالقطعة اللي بتكون موجودة عندي، اللي هي قطع الليسننج ده هي، وكمان قطع الريدنج اللي موجودة في كل درس لازم أكون قريتها قبل ما أروح أحل الأسئلة اللي على الدرس بتاعي. طيب وأنا هستفيد من الجزئية ديت في إيه يا سير؟ نركز شويتين كده ونعرف ليه القطع اللي عندي هتبقى مهمة. القطعة الأولى عندي أو جزئية الليسننج اللي قدامي هي عبارة عن دايالوج، محادثة، يبقى إذا ديت هستفيد منها في سؤال المحادثة. تمام؟ طيب تعال نشوف كده مع بعض. بقول هنا هلو هلو داليا، اي ام ات ذا لايبراري، وير ار يو؟ انا موجوده دلوقتي في المكتبه، وير ار يو؟ انت فين؟ قالت لي هنا هاي اي ام نيكست تو ذا ستيشن، يبقى اخد الخط تحت نيكست تو، اي ام نيكست تو ذا ستيشن، هاو دو اي جيت تو ذا لايبراري؟ خد الخط تحت الجمله دي كلها كده على بعضها، ده سؤال اللي بنسال بيه عن الاماكن، ازاي اوصل المكان ده؟ هاو دو اي جيت تو ذا لايبراري؟ ازاي اوصل للمكتبه؟ How do I get to the library؟ وهنا هنبدأ في حاجة اسمها giving directions، اللي هي إعطاء أو تقديم الاتجاهات. How do I get to the library؟ بيقول لي هنا it's easy، سهل جدا، from the station، من عند المحطة، go straight on. هنا هوت لتقديم الاتجاهات هستخدم حروف جر زي الجزء اللي قدامي ده. go straight on معناها امشي باستقامة أو امشي طوالي. go straight on. how far معناها كم المسافة أو كم البعد؟ قالت لي هنا for about 20 meters، 20 متر بس. أوكي، do I go past؟ أعرف لي هنا كلمة past كحرف جر معناها يعدي مرن بي. لو قلت go past the sports center هو أنا هعدي على المركز الرياضي، يبقى لو قلت go past school معناها أعدي على المدرسة، يمر بي، يبقى يمشي مرن بي أو يعدي على كلمة past. Yes, but then turn left. قلنا قبل كده turn left اتجه يسارا، turn right اتجه يمينا. Okay، وهو كذلك. Walk past the botanical garden. Walk past معناها امشي مرة بي، عدي على الحدائق النباتية وانت ماشية. If I am walking past them now، أنا معدي عليهم دلوقتي. أيوة أنا جنبهم أهو، معدي عليهم. Great. After the botanical gardens، بعد الحدائق هي turn right، خد يمين، اتجه يمينا. turn right after the botanical gardens. اوكي ماشي، اخد يمين بعد الحدائق، حاضر. then take the second road، كان عندي في الاكسبريشنز take the second road، خد الطريق الثاني، امشي في الطريق الثاني. on the right اللي على اليمين. can you see a restaurant، شايف المطعم؟ I think I can see it، اعتقد ان انا شايفاه دلوقتي. It's on the corner. It's on the corner. هو على الناصية، على الناصية، يبقى اسمها on the corner. يبقى كلمة corner هنا هستخدم معها حرف الجر on. Walk past the restaurant. امشي مرة بالمطعم، يعني عدي على المطعم. The library is between. عندي حرف الجر يا حلوين between. between قلت هيجي لي بعده مكانين، كذا and كذا. عشان اختارها في الاختيار بتاعي لازم يجي لي بعدها مكانين، يبقى between the restaurant and the museum، ما بين المطعم وكمان المتحف. opposite the bank، في المواجهة أو مقابل البنك. thanks منى، see you soon، أشوفك بعدين، يلا باي باي. ده بالنسبة لي الجزء ده، هستفيد طبعا من الجزء ده كله في، هستفيد من الجزء ده في سؤال وإجابة للمحادثة، أيضا مراجعة على حروف الجر اللي موجودة عندي. هروح بعد كده لجزئية تانية. ها بقول هنا My name is نادر، أنا اسمي نادر. I live in Alex، أنا عايش في اسكندرية. With my mom, my dad and my two brothers. Alexandria is a very historical city. خط تحت الكلمة دي كده historical city، مدينة تاريخية. With lots يعني بها، فيها. With lots of famous buildings، فيها مباني مشهورة كتيرة. ruins آثار أو بقايا. and monuments وآثار أو أماكن تاريخية. but it's a modern city، اسكندرية برضو على الرغم من إن هي historical city هي أيضا modern city، مدينة حديثة. and there are lots of things to do here، في حاجات كتيرة نقدر نقوم بيها هنا. يبقى الكلام هنا عن مدينة اللي هي مدينة أليكس. at the weekend، خط تحت at طبعا، قلنا قبل كده كلمة weekend بستخدم قبلها at.
وايضا من الممكن استخدم قبلها حرف جر اون، يبقى ممكن اقول له ات ذا ويك اند او اون ذا ويك اند، انما في منهجك انت اسمها ات ذا ويك اند. I like to spend time with my family، بحب اقضي وقت مع الاسره. On Friday يوم الجمعه او on Friday afternoons يعني بعد الظهر كل جمعه، بعد الظهر كل جمعه. اخلي بالي هنا من حرف الجر اللي انا بستخدمه قبل ايام الاسبوع اللي هو on، ولكن هنا ده بيقول لي يا سير فرايدي افترنون او فرايدي ايفنينج او فرايدي مورنينج، برضه هستخدم حرف جر اون. طالما اسم اليوم اتذكر يبقى انا هقول له اون وليست ان، انما لو افترنون لوحدها هقول له ان، لو افترنون لوحدها هقول له ان ذا مورنينج ان ذا افترنون ان ذا ايفنينج، انما فرايدي افترنون يبقى اليوم اللي يكسب، يعني كده حرف الجر اللي هستخدمه هو اون. We usually go to the park، في العادة بنروح البارك، but sometimes we go to a museum or to the aquarium. I love watching the fish، فأنا طبعا love و like و enjoy ing، I love watching. On Saturdays كل سبت، كل سبت، ودي من الكلمات الدالة على المضارع البسيط، يبقى لما أقول له هنا on ويوم بتدل على المضارع البسيط، آه زي every اللي هي every day أو every week أو every month، زي always و sometimes و usually و often و never، دي كلها كلمات بتدل على زمن المضارع البسيط اللي بستخدم فيه المصدر او المصدر بإس. امتى بالإس؟ قلنا طبعا مع هي و شي و ات. بقول له هنا on Saturdays ايام السبت I visit my grandparents they live in Alex 2. I enjoy playing enjoy ing. I enjoy playing chess with my granddad. He is very good at، قلنا قبل كده good at جيد فيه أو شاطر فيه، but sometimes I win، أحيانا أنا اللي بفوز. جودي هنا بتقول لي my name is Judy and I live in أسوان، أنا عايشة في أسوان. It's a busy city، busy city معناها هنا مدينة مزدحمة، with about one and a half million people، فيها حوالي one and a half مليون ونص بني آدم، and there is always a lot to do، في حاجات كتيرة نقدر نقوم بيها نعملها at the weekend في الأجازة الأسبوعية أو في العطلة الأسبوعية. On Friday mornings أيام الجمعة الصبح I sometimes go shopping، بروح أتسوق go shopping. أسوان is a great place، مكان رائع طبعا for this للتسوق يعني. There are lots of interesting shops، في محلات كتيرة جميلة. And I love going to the famous market، بحب أروح السوق المشهور هناك. I also like to go to the botanical gardens، بحب أروح الحدائق، or the nature reserve أو المحمية الطبيعية. On Saturdays أيام السبت I do my homework، and in the afternoon، in the afternoon بعد الظهر I go to the sports center for my squash lesson. It's my favorite sport، إنها اللعبة المفضلة بالنسبة لي. هعود نفسي على الريدنج، هعود نفسي على الريدنج. طبعا الهدف مني انا بقرا معاك الجزء ده دلوقتي عشان اظبط لك الدنيا، بس من ناحيه تكوين الجمل، حروف الجر، الزمن بتاع الجمله، التركيبات اللي موجوده ايضا في الجمل اللي عندي. هروح بعد كده يلا نشوف الدنيا فيها ايه. بيج 28 نمبر 1، مديني اول جمله امتحان على الديفينيشنز اللي هي التعريفات اللي كانت عندي، بيقول لي كارز ولوريز وموتور بايكس. هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ ها هنختار ايه هنا حلوين؟ ترافيك الأولى. ترافيك الاولى، برافو يا كوكو، يبقى ترافيك مينز كذا. نمبر 2 بيقول لي لارج بارك اور اوبن اريا، مكان حديقه كبيره واوبن اريا والناس بتروح هناك تعمل فيها مش عارف ايه، هي مين دي حلوين؟ بوتينيكال جاردن. بوتينيكال جاردن، بوتينيكال جاردن، تمام. ولاحظ هنا كاتب لي اهو في يوم 22 وكمان دهليه 23، يعني دي جمله امتحان اتكررت في المحافظات دي حلوين. ها كام اند كوايت مينز، جينا بقى للمرادفات والفعل، هي كام وكوايت ديت معناها ايه يا سير؟ قلنا طبعا معناها هنا بيسفول، بيسفول. نمبر 4 there are a lot of attractive gardens in our city. The word attractive، كلمة attractive means بتعني beautiful، تمام. The antonym كده، أنا عايز المعنى ولا العكس؟ العكس، الانتونيم العكس. The antonym of beautiful، عكس beautiful، ما
ما احنا قلنا نويز بيسفول يعني كام نويزي وكوايت، يبقى عكسها نويزي. نويزي عكسها نويزي. ذا بريفكس يعني ايه سير؟ هي بريفكس يعني ايه اساسا؟ بريفكس يعني سابقه، سابقه حروف بنحطها قبل الكلمه. جيف ذا اوبزيت اوف ذا وورد يوجل، هي كلمه يوجل بنحط لها ايه قبلها ان عشان تبقى عكس؟ بنحط لها ان اللي هي اليو ان، ان يوجل، يوجل وان يوجل. ها ذا سينونيم اوف مودرن، معنى، معنى مرادف مودرن نيو، نيو معناها نيو. نيو انما لو كنت بقول انتونيم كنت قلت له اولد او مثلا انشنت، تمام؟ يبقى اذا لازم اكون فاهم الكلمات زي انا ما قلت لك من الاول. سفكس مين في دولت؟ جيف ادجكتيف بيديني صفه فروم ذا فل وورد هيلب، هيلب فل عايزه الفل فل عشان تبقى هيلب فل، عشان تبقى هيلب فل، تمام؟ they arrived at school at 7. The underlined word arrived، كلمة arrived اللي تحتها خط means ريتشت بتعني، بتعني ريتشت. ما احنا قايلين بيساوي بعض ريتشت التلاتة ريتشت. If something is، لو الحاجة ده هي is، it's enjoyable and exciting، هو exciting و enjoyable معناها ايه؟ معناها interesting. interesting There are a lot of monuments in Luxor. في آثار كتيرة في الأقصر. Monuments here means كلمة monuments of the past times. هي هنا بتعني طالما قال لي past times يبقى أقول له هنا ال old buildings. إسماعيلية is beautiful. There are buildings and interesting monuments. ده أنت بتقول لي وانترستنج، ما ينفعش أقول صفة وحشة. ما ينفعش اقول صفه وحشه، لازم تبقى صفه حلوه زي الحلوه اللي عندي التانيه، يبقى اسمها attractive buildings اللي هي معناها beautiful، تمام؟ هنمشي في الاكسرسايز ده بنفس الطريقه اللي هي بيت سيرتي. حلو الكلام، تمام. تعالى لي بعد كده هنا، واخد لي الجزء الخاص اللي احنا قريناه من شويه اللي هي الاتجاهات، الاتجاهات، تمام؟ اروح لبيت سيرتي، ايوه بيت 33، بيت 33 ده عندك مجموعه محادثات بيشوفني كده هفهم او هعرف احل المحادثه ولا لا معايا في الهوم ورك. وهنا مديني جزئيتين بيقول لي رايت ا ريفيو، يعني ايه يصير بقى الريفيو ده؟ هو الباراجراف، اكتب لي باراجراف a place you visited، اكتب لي باراجراف عن مكان انت زرته. طبعا في حصة تانية هنوضح بالظبط يعني ايه ريفيو، يعني ايه ستوري، يعني ايه باراجراف او ايميل، تمام؟ يعني عايزني اكتب هنا باراجراف عن مكان انت زرته او اكتب لي عن مدينتك، والاتنين بيجوا في الامتحانات، الاتنين بيجوا في الامتحانات، تمام؟ وطبعا ده موجود عندك في نهاية الكتاب كباراجرافز موجودة في نهاية الكتاب، لكن ما تعتمدش انك تقول لي ما هو موجود بقى في الاخر خلاص انا هبقى اذاكره، لا اكتب، اكتب اللي تعرف تكتبه. الباراجراف مش عايز تساهل، باراجرافك السنه دي هو اللي بيحدد انت هتقفل ولا مش هتقفل، تمام؟ الناس اللي بتنقص بقى لها سنتين اهوت في المنهج الجديد بتاعكم بينقصوا هنا، بينقصوا في الباراجراف. بعد كده عندي الجزئيه الخاصه بال حروف الجر اللي هي البريزيشن اوف بليس، بيقول لي حرف جر ان واون ونيكس تو بيهايند ان فرونت اوف، ان فرونت اوف بتوين اندر اباف نير واون ذا كورنر. طبعا هنا لازم ابقى عارف اون ذا كورنر، لازم ابقى عارف ان فرونت اللي عايزه بعدها اوف، لازم ابقى عارف نيكست اللي عايزه تو، لازم ابقى عارف ان بتوين لازم يجي لي بعدها مكانين كذا اند كذا. غير كده اي حرف جر تاني قدامك اختاره. يعني ايه الكلام ده يا سير؟ لو قلت نوت ذا سكول از نقط تو يبقى اسمها نيكس تو، ذا سكول از ان فرونت يبقى هقول له اسمها ان فرونت اوف، ذا سكول از نقط ذا كورنر يبقى هقول له اسمها اون ذا كورنر، تمام؟ تمام. تمام مديني ترن رايت اتجه يمينا، ترن ليفت يسارا، جو ستريت اون امشي طوالي، ووك باست او جو باست معناها امشي مرا بي، وده كله احنا حددناه واحنا بنقرا القطعه دلوقتي. بعد كده مديني هنا اللي هي حروف الجر الخاصه بالتايم بالزمن، وبرضه قلناها واحنا بنقرا القطعه، قلنا قبل الساعات ات. هنا بيقول لي at breakfast او at lunch او at dinner معناها وقت، وقت الفطار او وقت الغداء او وقت العشاء.
ات كريسماس او ات ثانك جيفنج اللي هي ات هنا في الاجازات الرسميه او الاعياد، يبقى ات كريسماس زي ما اقول ات نايت. بيقول لي هنا ات 22 اللي هي معناها at the age of، at هنا معناها at the age of يعني في سن. بيقول لي at the moment في هذه اللحظة، at dawn وقت الفجر، at noon وقت الظهرية، at the weekend قلنا طبعا weekend عايز at، at night وat midnight وat midday وat lunch time. يا سير هو ده كله هيبقى عندي في الأسئلة؟ أيوة طبعا، بيجيبوا لي في الكوريكت أو في الاختيارات، في الكوريكت او اختيارات. معنى كده ان لازم احفظ الحاجات دي؟ ايوه طبعا، دولت حفظ. حاجه تانية ملحوظه تانية لنا يا بتوع اللغات، الجزء ده كله عندك في منهج التيم اب، يعني اعرفه من دلوقتي. تمام، اقول تاني عندي شغل. اقول تاني، مجموعه حروف الجر ده هي اللي هي خاصه بالطيم كلها زي ما هي قدامك كده بكلماتها، هي اللي موجوده عندك في منهج التيم اب برضه. بعد كده بيقول لي فترات اليوم الثلاثة بستخدم معاها حرف جر ان، زي in the morning و in the afternoon و in the evening. بعد كده بيقول لي الفصول السنة، شهور السنة والسنين نفسها برضو ان. تمام، يعني اقدر اقول له in spring في فصل الربيع، in January في شهر يناير، in 2012 سنة 12. يبقى مع السنين والشهور والفصول بستخدم ان. بعد كده بيقول لي كمان اقدر استخدمها مع القرون او الفترات التاريخيه، لو عايز اقول في القرن 19 القرن العشرين القرن الواحد والعشرين يبقى اسمها ان سنشري، ان سنشري. بالمناسبه كلمه سنشري اللي هي بتعني 100 ييرز، كلمه سنشري معناها 100 ييرز. لو انا قلت ان 10 مينتس او ان 2 دايز هنا معناها خلال او بعد، خلال او بعد، خلال او بعد. يعني انت عايز تقول لي in 10 minutes زي انا ما هقول لك مثلا دلوقتي we will finish، we will finish، هنخلص in 10 minutes، هنخلص خلال 10 دقائق او خلال 5 دقائق، يبقى اسمها in مع مده زمنيه، ودي من الكلمات الداله على المستقبل. بعد كده مديني هنا اللي هو استخدام حرف الجر on، قلنا on Tuesday اللي هي مع الايام، on وتاريخ كامل on June 29th، وقلت لك ديت نقطة امتحان هنا وهناك في المنهج ده والمنهج التاني، on وتاريخ كامل. يعني يا سير ما انت قايل لي قبل الشهور ان، حبيبي انا هنا ما اقصدش شهر، انا هنا اقصد اليوم اللي جاي مع الشهر. تمام، لو جون بس ان، لو جون بس ان، شهر بس ان، انما ده انت بتقول لي 29th يوم 29 يونيو، يعني يبقى قصدي اليوم، يبقى اون. طالما عندي يوم مع الشهر يبقى اون. بعد كده مديني اي دي، قلنا اتفقنا ان اي دي بستخدم معاها اون، فاقدر اقول نيو ييرز دي او ماذرز دي او شم النسيم دي او ماي بيرث دي اون. هوليداي اون برضه. اون ديوتي هنا معناها في الشغل او في العمل، اون تايم معناها في الوقت المحدد، اون اواي هنا وورم داي يعني يوم دافي او حر، اون اساني سمر داي برضه طالما الهدف في النهايه داي، طالما الهدف في النهايه داي يبقى انا بستخدم حرف الجر اون. كده انا خلصت النهارده، سيادتك مطلوب منك تحل الصفحه دهيت اللي هي 36، وهروح احل طبعا 7 و8. تمام، يبقى اخرنا 8. لا تمام يا شباب، يلا باي بخبار. باي.